السلام عليكم. حصلت لي مشكلة غريبة جدا في اليوتيوب، بدوس على الأيقونة ديت وبدوس على استوديو منشئ المحتوى وبدوس هنا، المفروض هنا بيظهر الربح جنب المشاهدات، ملقتهاش في حاجة. ادوس على القناة واشوف تحقيق الربح، فوجئت بالآتي: حالة الحساب غير مؤهلة لتحقيق الدخل، لا تلتزم قناتك ببنود برنامج شركاء يوتيوب، يمكن إعادة تقديم طلب الانضمام إلى البرنامج في 19/9/2018، يعني بقى 30 يوم. الأسباب: محتوى متكرر. معنى ذلك هيعطلوا الدخل، وقبل إعادة تقديم الطلب اللي هو قلنا هيبقى في 19/9/2018، أراجع القواعد اللي هي خاصة بسياسات تحقيق الربح في يوتيوب: الحفاظ على المصداقية، تقديم طلب مجدد عندما تكون القناة جاهزة. كده معناها هستنى شهر. طيب، بدل ما استنى شهر، في حاجة بتتعمل، ان احنا مثلا بدوس على القناة واجي تحت هنا في مكتوب المساعدة والتعليقات، ادوس عليها هيظهر لي المنظر الاقصادي دوت، واختار ارسال تعليقات. يرجى وصف المشكلة او مشاركة افكارك. هنا هحط المشكلة، هحاول اوصفها، هكتب التالي: السادة فريق عمل اليوتيوب، تحية طيبة وبعد، لقد تم تعطيل الدخل في قناتي، ارجو قبول الالتماس وعودة تحقيق الدخل مرة اخرى وشكرا لكم. طبعا دي كتبت بالعربي، هعمل نسخ واروح على ترجمة جوجل واعمل لصق، هتظهر لي بالانجليزي، اخدها انسخها وارجع تاني للمكان اللي كنت فيه واحط الترجمة الانجليزي تحت العربي، وهنا هاخد اللقطة او هميز اللقطة اللي انا عاوز توصل لهم، هاجي اعلم هنا، هنقل شريط الادوات على جنب واجي اعلم هنا، واجي اعلم كمان هنا، واجي اعلم هنا اللي هي تحقيق الربح غير مؤهلة بعد ما كانت مؤهلة، وهدوس تم،
هتظهر لنا بعد شوية اللقطات، تمام، واروح دايس ارسال. نشكرك على ارسال التعليق. التعليق كده وصل، والحقيقة انا عندي انذار واحد بس، ومخالفات ارشادات المنتدى مفيش. معرفش عطلولي الدخل ليه، يعني مستغرب. وهنشوف بعد ما عملنا الالتماس ايه اللي هيحصل. المفروض يردوا عليا خلال يومين، اسبوع، اسبوعين، او الشهر اللي هو مدهولي. بس انا عملت كده عشان الشهر حاسس انه كتير، وربنا يوفق ان شاء الله. وشكرا.